وزارة الصحة أعلنت إنه هي هتصدر بيان أسبوعي مش يومي عن متوسط أعداد الإصابات اليومي كل يوم خلال هذا الأسبوع. وبما إنه بقى البيان أسبوعي فالحديث ما بقاش عنه بشكل يومي، فممكن ننسى وده وارد طبعا. لكن من الحاجات يعني الايجابيه اللي حاصله انه لا، ما زالت المؤسسات كلها بتشدد على الالتزام بالاجراءات الوقائيه طول الوقت. وانت في البنوك، في المطارات، في اي مكان بتدخل فيه بيتم التشديد على انك لازم تدخل لابس الكمامه، وده بيذكرنا اكيد بشكل يومي انه ما زالت كورونا موجوده، رغم انه يعني احنا كان عشمنا انه خلاص الصيف هيدخل. انتوا عارفين الامراض الفيروسيه يعني بتقل كتير في درجات الحراره المرتفعه، لكن يعني اظن التغير المناخي مؤثر على مصر زي ما هو مؤثر على العالم كله، فبالتالي فصل الشتاء طول شويه معانا، وبالتالي او عليه يعني كورونا برضو لسه الاعداد في متوسطات. بتتكلم الوزاره انه الاصابات اليوميه بفيروس كورونا يعني متوسط بتاعها يعني 788 حاله اصابه في اليوم خلال هذا الاسبوع الماضي. واكدت كمان انه الوزاره يعني بتتم كل هذه الحالات وفق او ضمن اجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمه اللي بتجريها الوزاره وفقا لارشادات منظمه الصحه العالميه. كمان الوزاره اعلنت في بيانها الاسبوعي انه متوسط اعداد الوفيات اليومي حوالي 12 حاله جديده في اليوم. يعني بنتكلم في حوالي ما يقرب من 5000 في الأسبوع وحوالي 80 وفاة في الأسبوع، ودي متوسطات يعني معقولة فيما يتعلق بالسيطرة على الفيروس. احنا لسه في انخفاضات في درجات الحرارة، وبالتالي في نشاط للأمراض الفيروسية، الناس ممكن تصاب مش بس بالكورونا لكن كمان الإنفلونزا الموسمية العادية، وارد جدا في انخفاضات وارتفاعات وتباين في درجات الحرارة على مدار اليوم انه الناس تصاب وتبقى عرضة للإصابة بفيروسات الإنفلونزا اللي بتتشابه أعراضها مع الكورونا. فعشان هنا كده يعني لازم نكون حريصين دايما ان احنا نطبق الاجراءات الوقائيه، لانه لو جالك حتى دور برد العادي اللي احنا بنعتقد انه دور برد عادي ممكن يكون كورونا او متحوراته او اوميكرون او دلتا او دلتا بلس، ويعدي عليك باعراض بسيطه لكن تعدي حد تاني ما يعديش عليه بشكل بسيط، لانه مثلا يبقى عنده امراض مزمنه، يبقى من كبار السن او حتى صغير في السن، يعني متوسطات الشباب كمان في بعض منها بيتاثر. وفكر حضراتكم تاني بالتطعيم. موقع وزارة الصحة والسكان متاح 24 ساعة للتسجيل لطلب تلقي اللقاح، وموجود كمان مراكز لتلقي اللقاح بشكل فوري. ويمكن من أكثر الحاجات إيجابية بقى اللي وزارة الصحة بتعملها دلوقتي إن هي بتنزل تطعم الناس في أماكنها، يعني لو أنت مش عايز تروح أو ما عندكش وقت أو كسلان أو مش عارف تروح منين لفين، الوزارة بتبقى متواجدة بقوافل متنقلة عشان تدي التطعيم للمواطنين المصريين، سواء بقى في القرى، في النجوع، في الكفور، في كل حتة في مصر ده بقى متوفر حرصا من الدولة على صحة المواطنين. فدايما بنفكر حضراتكم بضرورة تلقي التطعيم، الجرعة الأولى والتانية وأيضا الجرعة التنشيطية، أرجوكم ما تهملوهاش، وربنا يسلم الجميع يا رب.